چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهي أشهر نساء عصرها، حيث اقترنت شهرتها وما زالت بشهرة وليدها المبارك قرة عين السماء المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهي من بنات ملوك الروم، ولها عدة أسماء منها صقيل ومليكة وريحانة وسوسن وحكيم. الإمام العسكري عليه السلام كان يعني أراد يخفي هوية هذه المرأة، فمرة من الزمن تسمى ريحانة ومرة سندس ومرة كذا من أسماء الورود، بحيث أن من تنتقل من منطقة إلى منطقة تختفي هوية هذه المرأة وتصير مجهولة، فمن يدرون الحكم العباسي أي وحدة أي امرأة هذه أو هذه غير تلك. تأتي السيدة حكيمة سلام الله عليها، يستدعيها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، تجلس بين جواري تنظر، ماكو ولا أي واحدة حبلى، ماكو ولا أي واحدة عليها أثر. تقول لا سيدي ممن الخلف؟ قال من السيدة نرجس. قال لا أرى عليها أثر. بلى مثله كمثل موسى بن عمران، لا يظهر أثر حمله إلا وقت ولادته. والسيدة نرجس بين الجواري وماكو أحد يعلم بها إلا الله عز وجل. تقول تناولت إفطاري، أخذت وردي، أخذت مضجعي، انتبهت، أنظر إليها النائمة لا تقلب جنبا عن جنب. تقول هذا الليل انقضى، وين وعد الإمام؟ وإذا الإمام يناديها، يا عم لا تشكي إن الأمر قد قرب. وإذا بها تصل إلى قرب الفجر تقول فضرب بيني وبينها حجاب من نور، من نور النبي محمد. وردت روايات في مدحها من ثلاثة أئمة، ومو الأئمة الذين عاصروها، لا، من ثلاثة أئمة سابقين ذكرت على لسان الإمام الحسن المجتبى. عندما ذكر المهدي عليه السلام قال ذلك التاسع من ولد أخي الحسين عليه السلام، ابن سيدة الإمام، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته. نفس هذا التعبير ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام. أبو بصير رضوان الله عليه سأل عن الإمام المهدي فأجابه بهذا الجواب، قال يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى، ذلك ابن سيدة الإمام. تركيز على هذا التعبير،
يغيب غيبة يغتاب فيها المبتلون. أيضا هذا التعبير ورد على لسان الإمام الكاظم عليه السلام، رواية طويلة، يقول: وهو الثاني عشر منا يسهل الله له كل عسير، ذلك ابن سيدة. بجوار الإمام العسكري عليه السلام، ولا يعبأ بالرواية الضعيفة التي تقول إنها توفيت في زمن زوجها العسكري صلوات الله وسلامه. فالسلام عليها يوم ولدت، ويوم وضعت منتظر السماء، ويوم توفيت، ويوم تبعث حية، ووفقنا الله لزيارتها بصحبة ولدها المهدي عجل الله تعالى فرجه. يا نرجس الزهراء عطرت سامرا، يا نرجس الزهراء وصرت كالعذراء، صديقة صغرى.